هبدا الاخبار في الاهلي نيوز روم الحقيقه ب تشامبيونز ليج الافريقي اللي يبدو السنه دي انه يحمل الكثير والكثير من المفاجات سواء فيما يتعلق بمجموعتنا او حتى المجموعات الثانيه. ويكفي ان انا اقول لك الحقيقه انه فريق الوداد المغربي اللي واصل نهائي النسختين الاخيرتين واللي كان بطل في واحده منهم اصبحت حساباته معقده بشكل كبير في البطوله، بدايه طبعا تيبي مازيمبي ونواديبو دي مجموعه بيراميدز الفريق المصري الثاني اللي بيشارك في دوري الابطال، الفريق اللي بيتقال عليه اقوى سكواد في مصر واكبر ميزانيات واكبر اسماء واكبر نجوم والى اخره. تيبي مازيمبي كسب نواديبو 2-0 ورغم الخساره دي يبقى نواديبو في المركز الثالث وبيراميدز في المركز الرابع. سيمبا بيعمق من جراح الوداد وبيكسبه 2-0 وبيعقد حساباته، الوداد اصبح بنسبه كبيره جدا خارج بطوله افريقيا او صعب جدا احتماليه وصوله الادوار الاقصائيه. بيراميدز بيخسر في القاهره، بيراميدز اللي اتقال انه حل عقده الاهلي ولما تعادل مع سان داونز في طبعا جنوب افريقيا جه وخسر هنا على ملعبه 1-0 واصبح بيتزيل المجموعه. طبعا مش هنسمع كلام عن مؤامرات ولا مش عارف ايه ولا تهديدات، لكن ما علينا. اسك ميموزا الحقيقه بيفوز على جوانينج جالاكسي بنتيجه 3-0، بيترو اتلتيكو بيتعادل 0-0 مع الترجي التونسي، والهلال بيتعادل 1-1 مع النجم الساحلي، والمجموعه دي برضو تقدر تقول عليها انها اصبحت حساباتها معقده. ترتيب مجموعتنا رغم ان الاهلي طبعا ليه جوله او ليه مباراه مؤجله مع شباب لوزداد، يانج افريكانز بالفوز اللي حققه وبيخش مركز نفس الرصيد من النقاط، طبعا مازيمبي بيصدر مجموعته بيليه سان داونز الاثنين عندهم 7 نقاط، ثم نواديبو وبيراميدز في المركز الثالث والمركز الرابع على التوالي. المجموعه الثانيه اسك ميموزا في الصداره 10 نقاط، سيمبا بيقفز المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم جوانين جالاكسي 4 نقاط مركز ثالث، والوداد الرياضي في المركز الاخير ورصيد 3 نقاط من 4 مباريات. المجموعه الثالثه بيترو اتلتيكو في الصداره برصيد 8 نقاط، الترجي التونسي في المركز الثاني 5 نقاط، ثم النجم الساحلي والهلال وكلا منهم او منهما 4 نقاط ثالث ورابع. اما مجموعتنا احنا فالاهلي ما زال في الصداره رغم انه لعب طبعا مباراه اقل برصيد 5 نقاط، يانج افريكانز بعد المكسب بيقفز لمشاركه الاهلي في المركز الثاني برصيد ايضا 5 نقاط، ميدياما بيتراجع المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم شباب لوزداد في المركز الرابع والاخير برصيد 4 نقاط، وكل الحسابات في المجموعه وارده. نتكلم اكثر بالتفاصيل عن اوراوا ريدز ونشوف مباراه الثالث والرابع ان شاء الله يوم الجمعه في حلقتنا مع بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي، لكن بعد الفاصل.